بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبناء طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نرى يونت 4 من كتاب المعاصر، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في البداية طبعا اللي ما اشتركش في القناة ياريت يعمل سبسكرايب، ولو عجبنا الفيديو لايك للفيديو وكومنت بسيط لو نريد أو عايزين كده أي إضافة نضيفها على الفيديو. تعالوا مع بعض نتعرف على يونت 4. طبعا هنا making new friends، making او make friends يعني تكوين صداقات. هنا making new friends تكوين صداقات جديدة، ده طبعا عنوان اليونت. بالنسبة عندنا ليونت 4 lesson 1 and 2 الدرس الاول والثاني، بالنسبة لي اهم الفوكاب سريعا كده. advice اللي هي نصيحة، advice يعني ينصح كفرب بالاس. communicate يعني يتواصل أو يتصل. communication اللي هو التواصل. connect يوصل أو يربط. connected مرتبط به أو متصل. connection ارتباط أو اتصال. connection. inform يعلم أو يخبر، جاء من information معلومات. طبعا اسم لا يعد uncountable noun. notice board لوحة إعلانات. populate طبعا يعمل مكان او يقطن، جاي من population اللي هو التعداد السكاني population الناون. produce ينتج، production انتاج. pronounce ينطق، pronounce. pronunciation النطق. solution تحية. take for granted بناخد بالنا من expression ده التعبير، يعني يسلم او يتقبل بك او كأمر مسلم به. take اسمها take for granted. بالنسبة عندنا ليها vocab allow يسمح، allowed مسموح كadjective صفة. article مقال. avoid يتجنب أو يتحشى ويجي وراء الverb فيه ing. body يعني متن أو صلب الموضوع. closing إنهاء أو ختام. closing. conversation محادثة. conversation. cool على الموضة أو جميل أو جذاب. diversity التنوع. diversity. enjoy يستمتع. extra إضافي. face وجه أو يواجه. feel felt يبدو أو يعطي إحساس. friendship صداقة. grade تقدير أو مرتبة أو درجة. greeting تحية. header رأس. optional اختياري. optional. personal شخصي. practice ممارسة أو تدريب. recipient متلقي أو مسلم أو متسلم. recipient. serious خطير. teammates زملاء الفريق. teammates. wear or worn يعني يرتدي. ناخد بالنا ان advice يعني نصيحة. an opinion someone gives it to help يعني رأي شخص بيساعد بيعطيه لك لمساعدتك. connection رباط او علاقة. something that brings people together يعني شيء بيجلب الناس معا. notice board لوحة اعلانات. a board on a wall that people put information on لوحة الناس بتضع عليها معلومات. take for granted مسلم بيقول لنا احفظها كويس. to think something is true or will stay the same. something is true يعني شيء هيكون هو نفسه أو will the same أو يكون نفس الشيء. تعالوا مع بعض نتعرف على جزء الخاص بال questions الأسئلة. بالنسبة عندنا لي number one. my friend gave me some space about طبعا هنا some advice النصيحة طبعا advice اللي هو الاسم بالسي، وقلنا اسم أو كلمة بنسميها كده اسم لا يعد يعني uncountable noun، بتسوى كلمة tip أو tips نصيحة أو نصح. يبقى كلمة advice كنصيحة بتساوي في الميننج المعنى tip أو tips. advice بتساوي عندنا هنا tip أو tips يعني نصيحة ونصائح. يبقى عندنا كلمة نصيحة uncountable noun اللي advice يعني اسم لا يعد، ولكن tips طبعا هنا إيه نصيحة نصائح طبعا دي countable noun. they all have smartphones كلهم معهم هواتف محمولة. so they are all space to the internet طبعا هنا متصلين بالإنترنت اسمها connected to the internet. there is a close space between family background and academic achievement طبعا هنا there is a close connection يعني صلة أو اتصال به.
أو علاقة، هنا المفروض معناها هنا علاقة ما بين خلفية الأسرة كده والإنجاز الأكاديمي. The coach put the list of the players on the، طبعا الكوتش المدرب وضع لائحة أو قائمة اللعبة on the notice board على لوحة الإعلانات. Most people take clean water for a space but not all places have it. طبعا هنا for granted يعني مسلم بي، اسمها take for granted يعني شيء مسلم بي. I was pleased that I got the best marks in the exam. I was informed، تم إخباري إن أنا حصلت على أعلى الدرجات في الامتحان. Informed. Snow has prevented space with the outside world for 3 days. طبعا snow has prevented communication، الاتصال لعالم الخارجي. يبقى هنا communication اللي هو الاتصال. The space of electricity اللي هو الكهرباء. From solar energy من الطاقة الشمسية. Depends on light على الضوء. From the sun. طبعا هنا the population of electricity ولا production intake. طبعا هنا production intake الطاقة من الطاقة من الشمس. طبعا بيعتمد على ضوء الشمس. The old family العائلة القديمة. House أو منزل العائلة القديم. Is space by grandparents. طبعا populated يعني مأهول أو يقطنه الأجداد. Wells اللي هو الحيتان are killed for the oil، بتقتل لزيتها. And the food they، طبعا الطعام اللي هو they eat، طبعا هنا eat يعني بيتغذى عليه. ولا produce، طبعا هنا produce اللي هو بينتجه، يبقى هنا produce. Our teacher المعلم أو معلمنا always space، طبعا هنا كverb advises us، بينصحنا. advises كيف verb advises، لكن هنا devise معناه يبتكر، دي advises. كفعل معناه ينصحنا. Use electronic dictionaries، استخدم القاموس الإلكتروني. To know how to space new، to pronounce، كيف ننطق الكلمات الجديدة. Use electronic dictionaries to know the pronunciation اللي هو النطق. Pronunciation of word، نوت الكلمات اللي طبعا عايزة نقول هنا the pronunciation. Most of the world's space live in cities. Most of the world's population، طبعا هنا معظم تعداد سكان العالم بيعيش في المدن. Learn foreign languages to space with tourists، طبعا to communicate وتتواصل مع، تعلم اللغات الأجنبية لتتواصل مع السياح. You start an email with the opening، طبعا هنا solution بنفتتح الإيميل كده بتحية في المقدمة. He's wearing his new clothes. I like them. طبعا cool يعني جميلة أو جذابة. Don't interfere with other people's affairs. لا تتدخل في شؤون الآخرين. And don't ask them to space. And don't ask them personal questions. يعني ما تسألهمش أسئلة إيه شخصية. Personal هنا كadjective صفة، لأن جايبة بعد منها اسم موصوف. If you want to space good health, avoid smoking. طبعا هنا if you want to enjoy، تستمتع بصحة جيدة، enjoy good health. If you can leave a question in an exam, this question is optional. لو هتترك سؤال في الامتحان فيكون ده optional يعني اختياري، لكن compulsory يعني إجباري عكسه. طبعا it's important to respect the space of opinions. طبعا هنا تنوع الآراء الأفكار and ideas، الأفكار والآراء، يبين diversity وتنوع. Did you form any close friendship with while you were at school؟ طبعا هنا did you form، هل أنت كونت أي صداقات؟ طبعا هنا friendships هي الصداقات. كونت friendships يعني صداقات مع مع زملاء المدرسة. Some parents have bad memories of their own space here. طبعا of own teenager years، teenage ولا teenager هنا، طبعا هنا عايزين صفة teenage years، لكن teenager المراهق نفسه، لا teenager يعني ايه سنوات المراهقة. You won't succeed if you don't have support from other، طبعا هنا teammates، مش هتنجح بدون دعم من فريق العمل. He becomes nervous، أصبح متوتر. When he faces a difficult situation، when he faces، لما بيواجه موقف صعب بيكون متوتر. طبعا هنا face يعني يواجه. His space clothes make a lot of people admiration، طبعا هنا
الزي او الزي بتاعه بيعمل بيثير اعجاب الناس. طبعا هنا فاشنبل اللي هو مثير للموضة، فاشنبل كلوث. people who are sociable، الناس اللي عند يعني اجتماعيين. find it easy to start، يبدأوا ايه to start، طبعا هنا conversations يعني حوارات with others او محادثات مع الاخرين. my school bag is full، حقيبة المدرسة ممتلئة. there is no room for extra books، يعني الكتب اكتر. a space is something that brings people together، طبعا هنا حاجة بتجلب الناس. من طبعا بنسميه connection اللي هي الاتصال او الصلة، طبعا هنا connection اللي هو الاتصال او العلاقة. a space is a board، لوحة on wall على الحيط. that people put information on، طبعا بنسميه notice board، لوحة الاعلانات بنضع عليها معلومات. when you think something is true، لما تعتقد ان الشيء ده true صح. or will stay the same then you، طبعا take it for granted، يعني ايه بتكون مسلم او واخده يعني مسلم بيه. space is an opinion someone gives it to you، رأي الشخص بدولك، طبعا بنسميه advice يعني نصيحة. وهي المنية مساعدتك. بالنسبة عندنا جزء vocabulary study، ناخد بالنا ان عندنا do extra practice او take extra practice، do or take. do team sports، اي حاجة فيها sports باخد do. do team sports. face a problem، يواجه مشكلة. feel better، يشعر بتحسن. feel at home، يشعر بالراحة. يشعر بالراحة. feel at home. feel connected to، يعني ليه ارتباط بيه. feel like، يرغب فيه. طبعا feel like ده بيجي ورا الفعل فيه energy زي enjoy بالظبط. feel so hard، تبدو صعبة أو صلبة. feel stressed، يعني يشعر بضغوط. feel stressed. get easier، يسهل أو يجعل سهل. give advice on، ينصح بخصوص. give advice on. go online، يدخل على الانترنت. join clubs، ينضم للناس اسمها join clubs. make friends، يكون صداقات. make a connection، يرتبط أو يدرك العلاقة. pass an exam، يجتاز امتحان. start a conversation، يبدأ حوار. start a new school، ينتقل إلى مدرسة جديدة. بالنسبة عندنا الجزء السينينم، avoid يتجنب، ignore يتجاهل، أو neglect يهمل. بالنسبة عندنا لي communicate يتواصل، طبعا يوصي أو طبعا communicate يتصل به. convey يعلن أو يتصل به. closing نهاية. conclusion أو end أو ending اللي هو ختام أو نهاية. connection ارتباط. link relationship علاقة. relation cool جذاب. fashionable يعني مثير للموضة أو جميل أو جذاب. بالنسبة للأنتونيمز، agree يوافق، disagree يرفض، refuse يرفض، turn down يرفض، turn down. angry غاضب، content يعني راضي، satisfied راضي، pleased مسرور. avoid يتجنب، confront يواجه أو face يواجه. forget ينسى، remember يتذكر. kind عطوف عن kind غير عطوف. optional اختياري، compulsory اجباري او obligatory اجباري. personal شخصي، public يعني عام. بالنسبة عندنا ال expressions items، ناخد بالنا اسمها serious problem مشكلة خطيرة. ask to your house، يدعو لمنزلك. at break time في الفسحة. at break time. here is some advice، ها هي بعض النصائح. here is some advice. instead of بدلا من. make it easier يجعل من السهل. nursing people تمريض أو رعاية الناس. on my own يعني بمفردي بتسوي alone. on my own alone. part of a team جزء من أو عضو في الفريق. part of a team. pieces of advice يعني نصائح، اللي قلنا advice اسم لا يعد، فعشان نعده بنستخدم بيس أو pieces يعني نصيحة أو نصائح. read aloud يقرأ بصوت عالي. read aloud. respect for diversity يحترم التنوع. respect for diversity. revise for exams يراجع الامتحانات. show the reason for يوضح السبب. spend the time with يقضي وقت مع. stress about مضغوط بشأن. بالنسبة عندنا لحروف الجر، address by يخاطب. address by يخاطب بي. ask for يطلب. check for يفحص. come out يخرج. connect بجماعة with يرتبط أو يربط. focus on. focus on يعني طبعا عارفين ان focus يركز بجماعة on، زي concentrate on يركز برضو. go out يخرج مع. go out with.
move to ينتقل revise for يراجع talk about يتحدث عن موضوع talk to يتحدث إلى شخص. ناخد بالنا من differences أو practice كنون اسم practice ممارسة أو تدريب practice كverb بالاس يعني يمارس أو يتدرب. طبعا ناخد بالنا في اللغة الأمريكية بنستخدم practice كفعل واسم في نفس الوقت، يعني لنا أخ كده في مرحلة ابتدائي يجد إن practice تبقى فعل واسم بالسي، ولكن عندنا في الأمريكان نحن ندرس طب في الإنجليزية البريطانية practice بالاس ده الفعل وبالسي ده النون الاسم. do أو take practice يعني يؤدي تمرين advice معناها ينصح كفعل و advice نصيحة advice on or about. طبعا لاحظ مثل بطلس من لا يعد وتعامل معاملة المفرد أو some advice is، لكن tip tips نصيحة و نصائح كمفرد وجمع. notice board اللي هي لوحة الإعلانات طبعا دي في اللغة البريطانية احنا بندرس بريطاني، أما في الأمريكان بيسموها bulletin board يعني لوحة الإعلانات. تعالوا مع بعض نشوف الجزء الخاص بالأسئلة. طبعا هنا choose two correct answers هنختار إجابتين. I thank it my sister شكرت أختي when she space me to use her mobile when she لما سمحت لي أستخدم الموبايل when she allowed let me طبعا هنا let me to use ولا طبعا هنا تنفع let ولكن let ما يجيش معاه to مع الفعل فنستخدم allowed يعني سمحت أو permitted permit أو allow لو جه بعدهم مفعول بيجمعه to المصدر، أما let مفعول المصدر فقط let وميك مفعول المصدر فطبعا let تنفع بس عشان to ما ينفعش هنا. you should avoid what hurts you يجب أن تتجنب اللي بيؤلمك the antonyms of avoid يعني عكس avoid يتجنب in this context طبعا confront يواجه أو face يعني يواجه. one can say that one is best practice طبعا do does أو takes do practice أو takes practice يوم يتدرب. you can say that someone has started a new school مدرسة جديدة أو started a conversation يعني محادثة. After some time I started to feel and I calmed down start to feel better feel better يتحسن أو feel at home طبعا هنا at home أو better. my father is angry والدي غاضب with my brother مع أخي the adjective angry here is antonyms طبعا هنا angry غاضب عكسه طبعا راضي feel connected أو satisfied. you can address someone by their ممكن ننادي أو نخاطب شخص by title اللي هو لقبه أو name اسمه. I asked my father to give me طبعا هنا advice نصيحة to give me advice أو a piece of advice يعني نصيحة طبعا احنا قلنا advice اسم لا يعد طبعا هنا ما ينفعش نقول الآن ولا a few يبقى advice advice أو a piece of advice. بالنسبة لـ choose one answer don't space it for granted don't take it for granted يعني لا تأخذه مسلم به. all the problems I space are solved with my father's help طبعا هنا I face يعني واجهتها. it isn't always easy to space new طبعا to make new friends check the text طبعا هنا for mistakes طبعا نفصل الأخطاء اسمها for mistakes. he can't space a connection between them he can't make a connection يعني يكون صلة أو علاقة. I don't space online until I have finished all my job طبعا ما دخلتش على الانترنت اسمها go online. I can't sleep أنا لا أستطيع النوم. I space so stressed طبعا هنا I feel so stressed.